قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات ما وصفتها بانتهاكات حقوق الإنسان والعنف المروع الذي ارتكبته قوات الدعم السريع وميليشياتها في غرب دارفور بدوافع عرقية. كما دانت الخارجية الأمريكية في بيان لها مقتل والي غرب دارفور خميس أب بكر الذي قالت إنه قتل بعد انتقادات وجهها للدعم السريع. وأشار بيان الخارجية الأمريكية إلى أن الجيش السوداني فشل في حماية المدنيين في دارفور، وحثت الخارجية الأمريكية في بيانها طرفي النزاع على وقف القتال والسيطرة على قواتهما على الأرض، كما حملتهما مسؤولية التصعيد الذي يحدث منذ 15 من إبريل الماضي. مشاهدين، إقليم دارفور غرب السودان المشتعل حاليا تقدر مساحته بنحو خمس مساحة البلاد، ويقطنه أكثر من 9 ملايين نسمة أو 9 ملايين نسمة. الإقليم يمس حلقة جديدة في حلقات الصراع بين الجيش السوداني والدعم السريع، حيث دفعت جملة أسباب طرفي الصراع في الخرطوم إلى فتح جبهة جديدة فيه، أهمها التحديات التي ترتبط بصعوبة حسم المعركة في العاصمة، إذ ما زالت المعارك مستمرة بين الطرفين للسيطرة على العاصمة. النقطة الثانية هي أن الإقليم، وتحدثون عن إقليم دارفور، هو معقل قائد الدعم السريع حمدان دقلو الذي ينحدر من قبيلة الرزيقات، ونسبة عالية من عناصره تنتمي لنفس القبيلة، وهو ما يعني أن هذه القوات قادرة على تجنيد عناصر جديدة، فيما تشير تقارير بأنها استثمرت موارد كبيرة في الإقليم للسيطرة على الممرات الجوية والمناجم ومصادر المياه وأيضا الطرق الرئيسية. كما أشارت هنا التقارير إلى أن الإقليم الذي يتميز بحدوده المفتوحة والسلاح المتدفق من دول الجوار يؤمن الدعم اللوجستي للدعم السريع. شرارة أخرى قد تشتعل بحسب المراقبين بعد الاشتباكات الأخيرة بمدينة كتم، حيث نشرت الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام مجموعة من مقاتليها بتسليح عال في ولاية شمال دارفور، ومنح حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي هؤلاء المقاتلين سلطة مطلقة في فرض الأمن. أما النقطة الأخطر فهي الدور الذي ستلعبه الحرب بين القوتين في تأجيج الصراع القبلي بالإقليم في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية وأيضا الانفلات الأمني والأزمة الغذائية التي تدفع هذه القبائل إلى الاقتتال للسيطرة على الموارد الزراعية والمائية. لمعرفة كافة التطورات سياسيا وعسكريا من الخرطوم ينضم إلينا صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور. أهلا بك معنا سيد صالح. سأبدأ معك، الإدانة الذي تحدثت عنها الولايات المتحدة الأمريكية، كيف يمكن أن تغير تحركات ما في إقليم دارفور، أو على الأقل تكون هناك يعني تحركات للقوات المشتركة من الفاشر إلى الإقليم لمحاولة حماية المدنيين؟ أهلا وسهلا أستاذة هاني، ومرحب بمشاهدي قناة الحدث. حقيقة الأمر إن تقارير مراسليكم على الأرض الليلة أوضحت بجلاء حجم الكارثة والوضع الكارثي في ليس فقط في دارفور بل في كل السودان، باعتبار أنه ما يجري في الخرطوم لها دلالات ولها انعكاسات على مجمل الأوضاع في البلاد. أنا أخص مباشرة وأقول أنه نحن نشاهد انهيار الدولة، انهيار مؤسسات الدولة على نحو واضح، وهذا الوضع هو مهدد حقيقي لحياة ملايين السودانيين في كل بقاع الوطن. حتى المناطق التي تبدو آمنة الآن يعني نشاهد أن والي نهر النيل يتوقع توسع هذه العمليات إلى شمالا، إلى 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 يعني ولاية نهر النيل، وتحدث عن 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 عن, عن احترازات وتدابير لمواجهة مثل هذا التطور. تحدث أيضا يعني المراسلون عن اكتظاظ المدن القريبة للخرطوم
مثل مدينة ومدني مناطق مدن عبر شندي وحتى القضاري فيها مكتظة بالنازحين واللاجئين. بالتالي ما خلصت إليه يعني موقف الولايات المتحدة في الإدانة وفي الوصف نعم الذي ورد في التقرير يتطابق مع ما ورد أيضا في تقرير ممثل الأمين العام السيد بولكا بيرتس قبل أكثر من يومين أعتقد الذي نعم. وصف ما يجري في جنينة بأنها هي إبادة جماعية. هذه هي العبارة السليمة التي يمكن أن نستخدمها، الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية. أنا عايز أكد فقط أنه التطور اللافت في دارفور ليس وليد اللحظة ولا هو أيضا يعني نتاج لما دار في الخرطوم، لا، دارفور تشهد ما يعني تجربة مختلفة من بقية مناطق السودان باعتبار أنه الوضع اندلع في دارفور منذ العام 2003 إلى تاريخ اليوم. ولكن يا سيد صالح هو تأجج، يعني أنا فقط أنقل لك وجهة النظر الأخرى، هو تأجج. ونحن عندما نتحدث عن الصراع القبلي في إقليم دارفور كان هناك تصريحات من قوات الدعم السريع بأن استخبارات الجيش هي من عززت هذا الصراع في هذا التوقيت. طبعا تأججت، أنا أتفق معك تماما أنه هذا الوضع تأجج وأخذ منحى جديد في فترة الصراع الأول 2003 إلى حوالي 30 سنة. كان يوصف طبيعة هذا طبيعة المواجهات كانت طبيعة قبلية لحد كبير، اللي هي المجموعات العربية مع مجموعات السكان الأصليين في منطقة دارفور. وشاهدنا كيف إنه قوات الجنجويد بقيادة موسى هلال وهكذا، هذا كان الوضع في دارفور. الآن انتقل الصراع إلى مرحلة أخرى عندما نتحدث اليوم عن قوات الدعم السريع. يعتقد الكثيرون أن قوات الدعم السريع هي فقط تطور لاسم جديد لاسم قديم اللي هي قوات الجنجويد، لكن الآن أخذ يعني منحى تنظيمي أكثر دقة عسكريا، وهي أيضا تابع يعني يعتبر مكون عسكري مش على فقط توازي مع الجيش السوداني، ربما يتفوق على الجيش السوداني باعتبار أن هذه القوة هي كانت مسؤولة عن 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 الحفاظ على كرسي السيد عمر البشير المخلوع. الآن أعتقد أنه أيضا البرهان اعتمد على هذه القوات لحماية النظام بعد انتصار الثورة في 2019. هذا هو الجديد. الآن قوات الدعم السريع تمتلك من الإمكانات ما تم ذكره طبعا في التقارير، هذه حقيقة، وهي قوات متفوقة ربما حتى على الجيش السوداني بدليل المعارك التي اندلعت في الخرطوم وفي كل مدن السودان، ولا يستطيع الجيش السوداني حسم هذه المعركة. وما يسمعه الناس فقط هي تمنيات وتضليل إعلامي لا وجود له. المعارك مستمرة وقوات الدعم السريع يعني هي مسيطرة على أوسع المساحات في كل المدن التي طيب سيد صالح، طالما أنت وضعتنا في هذا التصور، يعني إذا كانت فعلا التقارير تتحدث عكس الواقع، وإذا كان قوات الدعم السريع هي التي تسيطر الآن على مساحة كبيرة، ما هو مصير الجيش إذا كان يعني حسب أيضا المعلومات التي تردنا ونسمعها بأنه أغلب الشعب مع الجيش السوداني كمؤسسة عسكرية رسمية، مصير الجيش إن فعلا كانت السيطرة لقوات الدعم السريع؟ ليس الشعب مع الجيش السوداني. من يحارب الآن باسم الجيش السوداني ليس هو الجيش السوداني. هناك معلومات مؤكدة أنه من يحارب باسم الجيش السوداني هو تنظيم الإخوان المسلمين داخل الجيش السوداني. وهذه الحرب أشعلها الإخوان المسلمون داخل الجيش السوداني، وتم عزل القوات يعني الجيش السوداني بشكل واضح باعتبار أنه هيئة العمليات المشتركة ليست طرف في هذه الحرب. يدير هذا الحرب يعني ضباط موالون لتنظيم الإخوان المسلمين على رأسهم السيد البرهان. هذا ما يدور. الشعب ليس مع هذا الحرب،
ولا ينحاز لأي طرف من الطرفين، لا ينحاز للجيش ولا ينحاز. طيب اشتعال الأوراق، طيب هذه النقطة اتضحت، خلينا نركز أكثر على إقليم دارفور. اشتعال الأوراق بهذه الطريقة، يعني كانت هناك دعوة من مني أركو مناوي سابقا، هو وجهها للقوات المشتركة بأن تتدخل وأن توقف عمليات النهب والقتال دون أن تنتظر التعليمات. المفروض التعليمات هذه تأتي من يا سيد صالح؟ ولماذا حتى الآن لم نرى استجابة لهذه الدعوة؟ طبعا لم نرى أي استجابة، لأنه النظام الحكم منهار أصلا في السودان. وأعتقد أنه دعوة السيد مني أركو نحن ردينا عليها في وقتها. هي الفكرة فقط كالآتي، أنه بعد التوقيع على اتفاقيات جوبا، على اتفاقيات بواسطة حركات من دارفور وحركات أخرى تسمى أطراف اتفاقيات جوبا، تم اتخاذ قرار من قبل الحكومة في ذلك الوقت بطرد اليونامد أو بالقبول بخروج اليونامد من دارفور، الذي كان اليونامد طبعا كان عنده مهام محددة. ولكن كان السؤال ما هي الجهة التي يمكن أن يعتمد عليها أهل دارفور في يعني حماية أرواحهم وممتلكاتهم بعد خروج اليونامد، وفي غياب أي تدابير أو أي بدائل ذات مصداقية؟ كان الكلام إنه ستتكون قوة مشتركة من الجيش السوداني ومن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لحماية أهل دارفور. أهل دارفور بيقولوا إنه هذه القوات الثلاثة لا يمكن الاعتماد عليها لأنها لا تحظى بالمصداقية، هي طرف أصيل في هذا الصراع في دارفور. طيب هل هذه القوات يا سيد، عشان أفهم معك بس هذه النقطة، هل هذه القوات التي كان يتحدث عنها منه أركو مناوي هي تختلف عن القوات التي شكلها حاكم دارفور وتتواجد الآن في الفاشر، أم هي نفس القوات؟ هي قوات الحركات الموقعة فقط، ولا يوجد من بينها عناصر من الدعم السريع أو الجيش السوداني حسب ما كان متفق عليه، بدليل إنه قوات ميني أركو وجبريل إبراهيم أيضا تعرضت للهجوم وللضرب في مناطق الجنينة عندما حاولوا الذهاب إلى الجنينة لحماية مدينة الجنينة، تم التعرض لهم بواسطة قوات الدعم السريع. بالتالي لا يوجد أي اتفاق بين هذه القوات الثلاثة، بل هي قوات الآن تحولت إلى مجموعات تحارب بعضها البعض، الجيش السوداني من جهة وقوات الحركات إذا وجدت وكذلك قوات الدعم السريع. أنا أعتقد إنه ما ورد في تغيير الإدارة الأمريكية صحيح، إنه هو وصف الوضع بشكل جيد ولكنه جاء متأخر، وده يرتبط أيضا بجهود الولايات المتحدة والسعودية في جدة التي تغافلت عن مخاطبة الوضع بهذا الوضوح اللي ظهر في التقرير من الإدارة الأمريكية. الآن ما هو مطلوب أن تلعب الولايات المتحدة ومملكة العربية السعودية دور أكثر قوة في إيقاف هذا الحرب وإجبار أطراف الصراع في الانصياع. طيب. للقانون الدولي للقانون الدولي بموجب بموجب الاتفاقيات والهدد التي يعني تم التوقيع عليها. عليهم أيضا أن يتحدثوا أكثر عن معاناة ملايين الناس الذين لا يتمكنون من الحصول على الاحتياجات اليومية للحياة. تطرقت بعض سيد صالح عشان الوقت داهمني، هو تطرقت بعض التقارير الخاصة بالهدن لهذه النقطة تحديدا، ولكن كان الأمر مرتبط بوقف إطلاق النار. يعني حتى عندما أوقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة كانت هناك شاحنات متواجدة في بورت سودان، من المفترض بأنها جاءت من دول عربية وإقليمية أن تدخل إلى من يستحقها، ولكن لم تكن هناك لجنة تنسق ما بين بورت سودان ووصول هذه الشاحنات إلى الخرطوم. ولكن أيضا لدي سؤال أخير يا سيد صالح، هناك كان تحدث مني أركو مناوي عن حياد الحركات المسلحة التي وقعت على اتفاق السلام جوبا، ولكن ذكر بأنه هذا الحياد وبناء عليه انسحبت بعض قوات مني أركو مناوي تقريبا في الشهر الفائت أو بداية هذا الشهر من الخرطوم، ولكن ذكر بأنه لن يكون هناك حياد في الدفاع عن العرض والشرف وإيقاف عمليات السلب والنهب التي تحدث في إقليم دارفور. ماذا يعني هذا التصريح؟ هل ستتحرك هذه القوات؟
على الرغم من أنه السيد مني أركم الناوي لا يملك صلاحيات، لأنه هو لا يملك يعني ليس هناك قانون يعني يحدد مهام وصلاحيات السيد مني أركم، هو فقط حاكم. الآن أنت ذكرت يعني معلومة مهمة إنه حتى الإغاثات يعني متراكمة سواء كان في بورسونا وغيره، هي يعني القوات المتحاربة سواء كان من جانب الحكومة أو من الدعم السريع هي التي تعيق وصول هذه المساعدات للمواطنين. السؤال سيكون هنا إنه كيف المؤسسات الإقليمية، الاتحاد الإفريقي، الإيجاد، مجلس الأمن والسلم الإفريقي، مجلس الأمن الدولي، الجمعية العامة للأمم المتحدة، كيف يحدث هذا خلال شهرين على مدى شهر هذه الفظاعات في دارفور وفي السودان، ولا يوجد من يحرك ساكن على المستوى الإقليمي والدولي بشكل حاسم. نحن نطالب، أنا أرسلت خطابات للسيد غوتيريش والسيد رئيس المفوضية الأوروبية وعدد كبير جدا من المتنفذين على المستوى الدولي والعالمي بصفتي حائز على جائزة سخاروف لحرية الفكر ومدافع عن حقوق الإنسان، أرسلت هذه الرسائل، كان يتحملوا هذه المسؤولية الأخلاقية؟ هل كانت هناك أي استجابة؟ لأن الوقت داهمنا، هل كانت هناك أي استجابة لكل هذه الرسائل؟ بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، هذا هو الحل في نهاية الأمر. شكرا جزيلا من الخرطوم صالح محمود، رئيس هيئة محامي دارفور، شكرا لك.